شكرا رولا، وأهلا بكم مشاهدينا إلى النشرة الاقتصادية. أطلقت حملة صداقة بالتعاون مع وزارة العمل المرحلة الجديدة من حملة صداقة وتكريم المؤسسات التي تطبق المادة 72، والتي تهدف لتشجيع المؤسسات في القطاعين العام والخاص على توفير مكان آمن لرعاية أطفال الأمهات العاملات. وتلزم المادة 72 من قانون العمل صاحب العمل بإنشاء حضانة في مكان العمل في حال وجود 20 أما عاملة لديهن 10 أطفال فأكثر تحت سن الرابعة. وتضمنت الحملة التي شارك فيها أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة وممثلون عن الهيئات والمؤسسات الداعمة الآجلة لمزيج برنت لأقل من 100 دولار للبرميل المرة الأولى في شهر بسبب مخاوف بشأن نمو الطلب، بعد أن أشارت بيانات لنشاط المصانع في الصين إلى تباطؤ اقتصادي في ثاني أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم. وهبط سعر برنت 16% من أعلى اليوم حوالي 8 ملايين دينار، وعدد الأسهم المتداولة 9 ملايين و100 ألف سهم نفذت من خلال 4200. وأخيرا تحدد سعر الذهب في لندن اليوم عند 1396 دولارا و75 سنتا للأونصة، ارتفاعا من 1394 دولارا و50 سنتا في جلسة القطع السابقة. وبلغ سعر الذهب عند الإغلاق السابق في نيويورك 1385 دولارا و89 سنتا للأونصة. أما محليا فقد بلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين 28 دينارا و31 قرشا. وفيما يلي أسعار الذهب بالدينار الأردني كما هي متداولة في السوق المحلي لهذا اليوم. نشرتنا الاقتصادية، وعودة إلى رولا لمتابعة ما تبقى من أخبار.